ننتقل إلى السودان الآن، حيث يدخل العصيان المدني يومه الثاني مع استمرار توقف مظاهر الحياة اليومية. واستجابة لدعوة العصيان المدني، أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها في مدن وبلدات عدة، وتأثرت حركة الطيران في مطار الخرطوم، وشهدت أحياء العاصمة حوادث إطلاق نار وعملية اعتداء على المواطنين من جانب قوات الدعم السريع، وهو ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين يوم أمس. يأتي هذا في إطار إعلان قوى الحرية والتغيير استمرار العصيان حتى يتم تسليم السلطة إلى مدنيين. الخرطوم كما لو كانت خالية من أهلها، هي قوة العصيان المدني الشامل الذي أعلنته قوى الشعب السوداني ضد ممارسات المجلس العسكري الانتقالي القمعية بحق المعتصمين. المواطنون السودانيون يدعمون بشدة مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير وباقي القوى في الاصطفاف معها في العصيان المدني العام، إذ انضم ملايين السودانيين اليوم إلى هذا التحرك السلمي الذي يقابله المجلس العسكري بقوة السلاح. مأساة تلو مأساة. في هذا المشهد قوات الأمن تعترض جنازة أحد الذين سقطوا برصاصها، ثم تطلق النار على أهل القتيل والمشاركين في جنازته. ممارسات استخدام قوى الأمن للقوة رصدها ناشطون في أماكن أخرى، شملت ملاحقة رجال الأمن لأشخاص وعمليات دهم للمنازل، فيما سمع إطلاق نار أثناء تلك الاقتحامات. أحد أجنحة قوى التغيير كشف عن خطة لإدامة العصيان المدني الشامل تتمثل باستمرار العصيان وعدم التفاوض حتى يسلم المجلس العسكري السلطة إلى القوى المدنية. رد المجلس العسكري جاء متعنتا، متهما التحركات السلمية في الشارع السوداني بالتخريب. قرر المجلس العسكري تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس. ويبدو أن أعضاء المجلس العسكري قد أخذوا جرعة دعم من دول زارها رئيس المجلس ونائبه كالسعودية والإمارات ومصر، حيث بدت بصماتها واضحة على مجريات الأحداث الساخنة على الساحة السودانية. أطلقت السلطات السودانية سراح 3 من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، كانت السلطات الأمنية قد احتجزتهم قبل أيام. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم بأنه تم الإفراج عن ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أذول من دون ذكر تفاصيل احتجازهم وخلفياتها. وتفيد الأنباء الواردة من السودان بأن القادة الثلاثة تم إبعادهم إلى جوبا.